مشاهدينا، وللمزيد من تفاصيل بشأن أزمة السكان في العراق وفشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد الحل المناسب لها رغم انتشار العشوائيات بصورة باتت تمثل خطرا على حاضر البلاد ومستقبلها. ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. مساء الخير دكتور قحطان. مساء الخيرات والبركات عليك وعلى القناة وعلى المشاهدين الكرام، حياك الله. حياكم الله، أهلا بكم دكتور. نحو 4 ملايين عراقي يسكنون بيوت عشوائية أو ما تعرف حاليا ببيوت التجاوز، كيف لحكومة بلدها يسبح على بحيرة من النفط مثل العراق تفشل في إيجاد مساكن جديدة للمواطنين تتوفر فيها معايير الحياة الكريمة اليوم بعد 20 سنة من الاحتلال، 21 سنة، وعود كثيرة أطلقتها الحكومة، ميزانيات كثيرة وعدت بها ولم ينفذ أي شيء على أرض الواقع؟ بالتأكيد هكذا سؤال إجابته سهلة للغاية، لأن الحقيقة متعلقة بطبيعة الحكومات المتعاقبة، أهدافها، غاياتها، الأساس التي جاءت من أجله. إذا جاءت الحكومة كما قال بعض أطرافها جدا لتفليش وتدمير وحامي معاول، وهم قالوا كعكة وقسمناها، وآخر قال البلد تابع لهذا الطرف أو ذاك الطرف، وبالتأكيد غائبة. المشكلة أن في العراق منذ 2003 لحد الآن لا مجال ولا أي شيء خاضع إلى تخطيط أو إلى تدبير أو إلى عقلانية، لذلك تركت الأمور هي هكذا، وانتشرت عشوائيات التي شوهت العاصمة، نهت المناطق الخضراء، أصبح هناك ازدحام كثير. طبعا نتيجة ليس فقط لزيادة السكان في العراق بشكل عام، لا، ارتحال الناس من المحافظات إلى بغداد، نعم، بحث عن عمل، عن، نعم، عيش، نعم، على الأمان، فعلا. كلها أسباب دعت. نعم. طيب هنا دكتور أيضا بين آونة وأخرى تهدد الحكومة بإزالة هذه العشوائيات أو ما تسمى بيوت التجاوز في الوقت الذي لا تقدم فيه حلول أو بدائل لهؤلاء السكان، أين يذهب 4 ملايين عراق اليوم؟ هل تستطيع الحكومة أن تتحمل كل تداعيات التشريد؟ هذا إضافة إلى وجود نازحين اليوم الحكومة تريد أن تخرجهم من مخيمات النزوح وتعيدهم إلى محافظاتهم، بالتالي الأعداد ليست فقط 4 ملايين، بل هناك ملايين آخرين من النازحين يراد لهم أن يخرجوا ويذهبوا إلى مناطقهم، الملايين اليوم مشردين، إلى أين يذهبون؟ المشكلة هي الحكومة ذاتها التي أنشأت أو سمحت بإنشاء هكذا عشوائيات. أولاً لم تقم بتوزيع أراضي على المواطنين، سواء الموظفين أو سواهم، لم تعطيهم منح مالي وقرض للبناء، ثم مجاميع المعنية في بناء المراكز السكانية، أو خلينا نقول المجمعات السكنية، العمارات، هي استثمارات شخصية أرقامها فلكية للمواطن. الشقة تكلف حوالي 50 مليون، تباع المواطن بحدود حوالي 10 أو 20 ضعف، وبالتالي أصبح هناك قوة كبيرة. يستدعى ذلك أن الحكومة غير جادة في إيجاد البدائل، بمعنى أن الحكومة قادرة إذا أرادت أن تنهي عملية النقص في المساكن، أولا أن أحيي المحافظات وأعيد بناء المحافظات حسب المواطن يعود إلى محافظته معجز مكرم في مسكن لائق وفي عمل لائق. اثنين، العمارات السكنية بنيت من مستثمرات خارجية، ممكن أن تأخذ الكفاف ويرحل المستثمر وتأخذ الدولة هذه العقارات أو هذه العمارات توزعها بإنصاف بتقسيط مريح للمواطنين، مو أن تستثمر وتسرق وانطيني مالاتي وبالتالي الأسعار تصير خرافية. لذلك المتر الواحد الآن في بغداد في بعض المناطق وصل ما يقارب دفتر ودفتر ونص، أي حوالي 100 ألف دولار أو 10 ألف دولار، راح الرقم من بالي. إذن الأرقام خرافية فلكية، لا لندن بالمستوى العراق ولا دبي، والمشكلة أنها مدن بغداد، مدينة بغداد تعبانة بائسة، صح. قد تكون دبي ليس هناك مبرر لأن تكون الأسعار بهذا الارتفاع الجنوني. بالضبط، السبب الأساسي أخي هو أن السراق الفاسدين صعب عليهم الآن تهريب الأموال للخارج لمتابعات الدولية، نعم. حولوا أموالهم عقارات لغسل أنمية أموال، لذلك العقارات غلت بشكل غير طبيعي. الزراعي اللي هو متجاوز المتر الآن أصبح ب2 مليون و2.5 مليون دينار عراقي، أي ما يقرب حوالي 20 ورقة، 2000 دولار، صح. نعم، تقريبا الرقم هالشكل صاعد نازل.
إذا هذا كل نتيجة أنه الدولة قاصدة أن تذهب بالعراق إلى حالة المأساوية. لذلك هذا انعكس ليس فقط على عدم توفير سكن، المواطن الشاب غير قادر أن يملك شقة سكنية يتزوج بها، وبالتالي أصبح هناك عزوب عن الزواج. هذا يؤثر على المستوى المجتمعي. وهذا سؤالي دكتور، إذا كان اليوم المواطن وأحد أسباب أزمة السكن هو الدخل المحدود أو المواطنين ذوي الدخل المحدود، وكثير يعني نسبة الفقر وصلت إلى العراق ما بين 25 إلى 30%، في بعض المحافظات وصلت 40%، فبالتالي إذا كان خط الفقر هو دون خط الفقر، كيف سيستطيع أن يبني وضمن أسعار الأراضي غالية والبناء والإنشاءات غالية جدا مرتفعة؟ يستحيل أمام تقليص فرص العمل، يستحيل ينقذ المواطن العراقي ذاته بذاته بعين إلا أن تتدخل الدولة في توزيع قطع أراضي للمواطنين موظفين أو عسكريين أو مدنيين، منح قرض مالي، تسهيل مواد البناء، وبالتالي تخف عملية الاندفاع والأسعار الخرافية للبناء. اثنين، الدولة عليها أن تصنع وتضع البدائل الكثيرة، المجمعات السكنية واطية الكلفة، مجمعات سكنية مستوى متوسط أو متقدم، الحكومة تتكفل بها التكفل حقيقي دون أن يتحمل المواطن عنا ذلك. ولكن المشكلة أن الحكومة هي فاسدة، هذه المشكلة، الفساد هو الذي نخر جسم الدولة ونهى مستقبل العراق. لذلك لا نعتقد هناك حلا لهذه الحالة، تحاول الحكومة رفع العشوائيات هنا وهناك ولكن لا بدائل، لا حلول، لا تصحيحات، رغم قناعتنا أن هذه العشوائيات هي شيء غير طبيعي، غير نظامي، خالي من الخدمات، خالي من كل مستلزمات الحياة. ولكن يقول لك المواطن ونعيش ونسكن كيف بالشارع؟ نعم. الدولة ما تهتم للأسف الشديد ذلك. نعم. لا أعتقد أنها تحل المشكلة هنا دكتور. أيضا بدلا من أن تنشئ هذه العشوائيات أو تفرض هذه العشوائيات على المدن الكبيرة والمدن المزدحمة أصلا، لماذا لا يتم الخروج إلى خارج المدن، إقامة مجمعات سكنية خارج المدن حتى لو تم توزيع قطع أراضي على المواطنين؟ اليوم هناك 4 ملايين عراقي، هناك المشاكل كثيرة، مشاكل صحية، مشاكل اجتماعية، أمراض تنتشر بين هذه العشوائيات بسبب عدم وجود بنى تحتية، بالتالي لماذا لا يتم تخطيط مدن جديدة خارج بغداد وخارج مراكز المدن في المحافظات من أجل أن تمتص هذا الزخم وهذا الزحام بين المواطنين؟ هذا هو الواجب، وهذا الأمر الطبيعي إذا كانت الحكومة وطنية فعلا تسعى إلى الخروج من أي أزمة تهتم بها، والسكن هي أساسي. لنا في مصر نموذج، مصر عندما ازدحمت بالعشوائيات كذا بنيت مدينة اسمها 6 أكتوبر على ما أظن. في مدن كثيرة، مدن كثيرة، 6 أكتوبر. نعم. ومدن العبور وغيرها. نعم العبور، نعم، كلها احتوت على بنى تحتية متقدمة، خدمات كذا. المناطق العشوائية اللي هي عندنا في العراق، الشخص يملك أرض أو عقد أراضي زراعية على مزاجه يبيع كما يشتهي، لا مدرسة فيها، لا مستوصف بها، كل الذي يمكن يفكر به يعمل شيء جامع 50 × 50 متر صغير حتى يكون هو تقي وورع ويخاف الله، ولكن هو مبتذل العالم، سارق أرض الحكومة أساساً، بيعها لمساكين ما عندهم أماكن يقعدون إلا في المناطق التعبانة. المشكلة هذه بغداد التي كنا نفخر بها، وعندما يأتي زار أجنبي يكون هناك جولة للزائر في مدن بغداد معينة كمنصور وكزيونة وغيرها لكي يرون أي حياة مرفهة للمواطن العراقي. الآن كل مدينة، الحرية مدينتي السابقة 100 متر قسمت 4 بيوت، تصور أكو بيت 2 متر جبهة فقط، يعني البيت كله عبارة عن مترين جبهة ب50 متر عمق. قل لي يرحم أبوك، هذه بشر لو يعني ما أعرف شنو ينامون، شنو يقعدون، شلون يعني يعيشون في هذا البيئة. إذا هذه مشكلة الحكومة ما منتبهة لها ولا ينهى، تلتهي بسرقاتها، بفسادها، بعلاقاتها الخارجية، بأكذوباتها المختلفة التي تنطلي على الناس، أن نعمل هنا جسر شكلي وهناك جسر شكلي. الجسر على سبيل المثال اللي عملوه مؤدي بن السيد حمد الله والطيران باتجاه باب الشرجي ساحة التحرير، كثر الزحام في ساحة التحرير لأن السيارات كلها جاءت للمنطقة ضيقة، ماكو تخطيط حقيقي، اكو شكليات فقط. لذلك
تبقى العشوائيات، تبقى المأساة للمواطن، البديل غير موجود، التهجير خطأ، الإخراج بشكل عشوائي خطأ، الحلول كلها غائبة. السبب هو أن عدم وجود دولة حكومة تهتم بمصالح المواطنين ومشاكلهم وتنقذ العراق من الحالة التي هي في مأساة غاية في المأساة. هنا دكتور أيضا لدينا مشكلة أخرى، تقارير تتحدث بأن الإجازة الاستثمارية في منطقة بسماية على سبيل المثال، وهي منطقة في أطراف بغداد، الإجازة الاستثمارية تصل كلفتها إلى 7 ملايين دولار، وهناك مناطق أخرى بمساحات ومشاريع استثمارية وصلت إلى 40 مليون دولار. بالتالي هذه المبالغ الضخمة في إعطاء الإجازات فقط، كم ستكلف المواطن إذا كانت هذه فقط إجازة البناء أو إجازة الاستثمار؟ أكيد تكلف الكثير. أنا قلت لك قبل خليل، يعني على سبيل المثال لا الحصر، الشقة السكنية لي أحد الأصدقاء والمعارف القديمة، نعم، واحد من المقاولين الأساسيين في بناء المجمعات، وهو نموذج راقي جدا للأمانة، شخص وليس دولة. نعم. الشقة لا تكلفه أكثر من ما يقارب 50 مليون عراقي، نتحدث بالعراقي. طيب. 50 مليون عراقي. لو الدولة على سبيل المثال جاءت بمستثمر وأعطتها الأرض مجاني وكلفت الشقة الواحدة 40 أو 50 مليون، تطيع 10 ملايين فائدة ويربح والله وياك، وتأخذ الحكومة هذه الشقق السكنية توزعها للناس بتقسيط مريح. طيب. وبضمانات واضحة. دكتور هذا الرقم، هذا الرقم من عدا مساحة الأرض فقط تكلفة بناء الشقة. نعم مساحة الأرض أخي بأرقام خيالية، على سبيل المثال مول الحارثية. نعم. مول الحارثية منحة لشخص زائد ابن مالكي، أرض مجانية منحة 50 مليون دولار حتى يبني مجمع المول. طيب لماذا يا حكومة الأرض أرضش والفلوس فلوسش ومستثمر أجنبي ويأخذ استثمار؟ ليش؟ إذن هي عملية سرقات، عملية التحايل. هذا هي الحقيقة منذ 2003 لحد الآن. أي واحد يقول لك استثمار أجنبي لأجل تحريك السوق، لأجل تدخل مع المجتمع الدولي، هذه حجة واهية. أنا شخصياً أتيت بمجموعة صناعية لتحول الغاز من غاز محروق، هذا اللي مصاحب، نعم، إلى غاز يمكن يستخدم لغرض الطبخ ولغرض تشغيل مولدات الكهرباء. نعم. مباشرة قبل التحدي قالوا كم لنا الكمشنج المالات بين قوسين، انسحبت الشركة ورجعت، يعني وهي كانت نيتها تشتغل وما تاخذ فلوس إلا بعد ما يتم الشغل ويوصل الغاز إلى حيث تريد يا عراق يا حكومة، ومع هذا ما أعطوهم هذه. إذن عملية سرقة ونهب استثمارات كثيرة، يعني كل مشروع هناك جهة تسرق وتنهب بشكل أو بآخر. ولكن دكتور نحن اليوم في مقتبل أزمات متراكمة ومتفاقمة، يعني مثلا اليوم هناك جفاف في كثير من المحافظات، هناك بحيرات كما تناولنا اليوم في الأخبار، بحيرات كاملة تجف، بالتالي النزوح نحو مراكز المدن، زيادة العشوائيات، ما الذي يمكن أن يؤثر في المستقبل إذا لم يتم توفير فرص عمل، مناطق للسكن، شقق، وحدات سكنية؟ ما الذي ستعانيه المدن بعد فترة؟ المدن عندما تكتظ بالبشر والبيوت غير نظامية لكي تريح ريحة روح الإنسان، الإنسان سوف يخرج بمشاكل البيتية، نعم، إلى الشارع، والشارع محمل بالانحرافات والحالات الخطأ، زائد البطالة، زائد العوز، كلها يدفع المواطن إلى أن يكون سلوكه غير ريلكس، غير هادئ، نعم، عن عنف. هذا العنف بالتأكيد من يغذي؟ إذن سنذهب باتجاه أن تكون المدن المكتظة كأنما هي منتجة بسلوكيات منفلتة. زد على ذلك حالة القضاء، حالة يرثى لها الرشاوي قائمة والعلاقات الشخصية قائمة، وعدم اهتمام بالتشريعات التي تهم المواطن أيضا حالة موجودة للأسف الشديد. إذن هذا الاكتظاظ من السكان في المدن، زائدا حالة البائسة للمساكن، زائدا انعدام مناطق الترفيه. الآن بغداد بها حوالي 18 مليون فقط بها الزوراء، وبها منطقة أخرى اللي هي جزيرة. تصور بعض الناس قام يأخذون دونم نص دونم برا بغداد شخصي ويعملها شيء من الترفيه، نعم، بيت صغير إلى
اذا مسبح وكل هذه خرافية من المسؤوليات الحكوميه. نعم. ولم تقدم للمواطن اي شيء ملموس على ارض الواقع. نشكركم الشكر بالضبط الجزيل. بالضبط هو المشكله. حياك الله. شكرا حياك لكم الدكتور قحطان الخفاجي الاستاذ العلوم السياسيه. شكرا لكم على المداخله ونلقاكم على خير. شكرا دكتور.